كاري البرادة ساكن تستقبل النجم ستاند اب نبيل كريمي اللي صنع الاسم تاعو ستاند اب اللي استطاع انه وصل للمراحل الاخيرة. مشاهدي ميديا لايف كنتواجدوا بقلب كاريال البرادة الشاب نبيل كريمي نجم ستاند اب. الفرحه كيف كتشوفوا معنا الكل فرحان به، كنتمنى انكم نتوما تبارطاجيو هذا الفيديو. نبيل يستحق تشجيع، يستحق انه يستمر في المسيره ديالو. نبيل ديما يبقى رافع راسنا ان شاء الله، والله ديما يبقى رافع راسنا. والله يستاهل، والله يستاهل، والله يستاهل، يستاهل، يستاهل. مباشرة من منزل نبيل وكتلاحظوا معنا في هذه اللحظات استقبال نبيل كريمي. هذا هو المسكن تاعو، هذا هو المسكن المتواضع تاعو نبيل اللي قدر انه يوصل الاسم ديالو للمغاربة كاملين. مجموعة من المغاربة عرفوا نبيل كريمي انه وصل ولد كاريال البرادة. الحمد لله، والله الا هذا في نار، ونتمنى التوفيق ان شاء الله. مدينة محمدية خرجت فنانة كويرية محامون قودات كوميساري كل شيء خرجت الحمد لله، وهذا الفنان ديالنا مستقبل هذه الكلمة ديالو ان شاء الله. هذا هو الفنان، الفنان تحية كبيرة لأبناء مدينة المحمدية.
لأصدقاء هشام، أصدقاء هشام أنا عبر مباشر، أصدقاء هشام والأخ عبد الفتاح، الصراحة اللقاء العمل رائع للمحمدية، وشكروا الفنانة، شكروا الرياضيين، شكروا المحتفي جماعة، شكروا الناس اللي عندهم كثير من الفنانة. نبيل، نبيل متواضع، نبيل الله يعمرها دار، نبيل كيبغي الكبير والصغير، نبيل كسب المغاربه بابتسامه وتواضع تاعو، نبيل الكل كيتسنى فيه، نبيل الكل فرحان باستقبال، نبيل الكل كيتسنى فيه، نبيل الكل كيبغيه، الكل كيموش عليه كبير وصغير، كنتمناو على الفيديو يوصل المغاربه كاملين، بفضل التواضع حنا نقدروا نوصلوا، نبيل الدوار كيبغي وكيفتخر بالدوار تاعو وكيفتخر به قدام المغاربه كاملين. الدوار كيقدر يعطينا مجموعه من الناس، الا بغيتي توصل راه تقدر توصل، ماشي بالضروره ان يكون سبب، الانسان اللي بغى يوصل انه يوصل، وكافانا من الاعذار ومتوفق نبيل وتابع معنا هذه اللقطات اللي كنقلوها للمشاهدين من قلب كاريال البرادعه بمدينه المحمديه. كنقول لكم اننا كنتوجهوا ان الساكنه كتستقبل نبيل كريمي نجم ستاند اب، النجم اللي استطاع الاسم تاعو في برايمات برنامج ستاند اب الكوميدي. نبيل وصل النهائي رغم انه ما حالفوش حب، ولكن قدر يكسب القلوب ديال المغاربه، قدر يكسب القلوب ديال المجموعه ديال المغاربه بفضل التواضع ديالو. تحاولوا شكرا، تحاولوا تشوفوا معنا، تحاولوا تشوفوا معنا الحشد اللي مفتخر به كيف كتشوفوا على الساكنه ديال الدوار، ما دازتوش وبقاش معاه ومازال معاه. اي واحد كيشوف هذا الفيديو كنتمنى منه انه يبارطاجيه. الكل فرحان بنبيل الكريمي. الدوار ديال البرادعه غادي نقولوا انه تقريبا الكامل خارج فرحان بنبيل. فنتمنى انه يكمل في المسيره تاعو. نتمنى انه يواصل وما يحبش. واحد الصحفي كيهضر وراه قال سي 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 Thank you.
المشاهدين ميديا لايف، الناس اللي التحقوا بنا كنتواجدوا حاليا بدوار البراده، الناس محتفلين بنبيل كريمي، نبيل كوميدي اللي سطع الاسم تاعو في برنامج ستاند اب، تمكن انه وصل برايم النهائي لكن ما حالفوش الحظ. ولكن الساكنه عندها راي اخر، الساكنه فرحانه بنبيل كريمي، فرحانه بانه شرفها وشرف اسم البراده، نبيل ولد الدوار اللي كيف شاخر بالدوار وكيف شاخر بكاريير البراده، قدر انه يطلع الاسم تاعو من وسط دوار البراده. كنتمناو من المغاربه انهم يبارطاجيو هذا الفيديو. نبيل بغينا يكون عبره مجموعه من الناس انا اللي وصلوا ما كيديروش السبب، ما يقولشك انا ما قدرتش انا هادي. نبيل قدر انه يوصل الحمد لله، رغم انه ولد كاريان، رغم انه ساكن في كاريان، ولكن الظروف ما سمحتش ليه باش يقول لا. تبارك الله قدر انه يوصل. كذلك ساكن البلد عام معروفه بالتضامن ديالها مع بعضياتها، معروفه بالمؤازره ديال بعضياتهم، معروفين انهم كيدوزوا بعضياتهم، ما كيدوزوش بعضياتهم عفوا. هذا هو دوار البرادعه. كيف قلنا لكم أننا غير فرحان بنبيل، نبيل كريمي. دي ميديا لايف غادي نودعوكم حاليا، غادي نودعوكم من وسط اجواء الفرحه والبهجه، ساكنه البراده تحتفل بنبيل كريمي، نبيل نجم ستاند اب اللي قدر يوصل برايم نهائي، اللي سطع الاسم تاعو من وسط كاريير البراده، واللي شرف كاريير البراده وشرف الساكنه ديال مدينه المحمديه. بالتوفيق ليه، بالتوفيق جميع. وغادي نودعكم حاليا الى اللقاء في بث مباشر اخر ان شاء الله.